طبعا احنا اتكلمنا عن الشروق وازمه الرهائن جيتوش على الصعيد، وكلمنا عن الحادثه المختلفه والمشكله الامنيه اللي احنا فيها، لكن احنا فاضل لنا خبرين. الخبر الاخراني، المعارضين السوريين بالقاهره اعتدوا على وفد المعارضه القادم من دمشق، وده هنتكلم فيه في الفقره اللي جايه بالتفصيل عن الوضع في سوريا. خلينا نخلي خبرنا الاخراني من المصري اليوم. طهران تتحدى الوكاله الذريه وهجوم اسرائيلي امريكي على البلدين، ونختم بيه لانه وقتنا للاسف خلص. ايران اعلنت بشكل واضح عدم تراجعها عن اتمام مشروعها النووي ما دام هذا المشروع سلمي وهذا حقها. المجتمع الدولي، ومش عايز اقول المجتمع الدولي كله، امريكا والغرب واسرائيل في محاوله لحصار هذا المشروع، وفي محاوله لحصار طموحات ايران المشروعه في ان يكون عندها مشروع نووي سلمي لانتاج الطاقه. المصر اليوم نقل هجوم إسرائيلي أمريكي على الدكتور البرادعي بصفته الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة. وقبل ما نتكلم عنهم، هل ممكن نقول ان هم في الزرعية، يعني تحولوا الى محور الهلال الخصيب وابتدوا بقى ان هم يقطعوا بالراحة كده ولا ايه؟ اللي هو ايران، ايران وسوريا. لا مش بالظبط كده، يعني الثوره السوريه هي يعني ثوره يعني وطنيه. في ضغط شديد على سوريا دلوقتي بصرف، يعني طبعا اللي بيحصل هناك ما يرضيش اي حد، لكن الضغط نفسه ابتدى ياخد اشكال مختلفه، وبرضو المعارضه الصينيه ابتدت تقل والمعارضه الروسيه ابتدت تقل. يعني انا شايف ان الضغط الدولي على سوريا اقل ما مما يجب بالطبع، يعني ما حدث في حمص وحماه ودمشق وحلب وغيرها، ويحدث كل يوم من قتل لآلاف الأبرياء من نظام بشار الأسد لا يجب السكوت عنه، سواء من الدول العربية أو من المجتمع الدولي. سوريا في مرحلة ثورة نتمنى أن تنتهي بشكل سلمي دون تدخل دولي أو طيب تدخل عشان عسكري. نختم بس حكاية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على البرادعي. في اتهام من أمريكا وإسرائيل أو من شخصيات، يعني مش من الأنظمة، للدكتور البرادعي إن هو تواطأ ساعة ما كان مسؤول عن وكالة الطاقة الدولية الذرية، تواطأ على المشروع الإيراني واتهموه بشكل مباشر إن هو كان عنده معلومات حول إن إيران مشروعها مشروع عسكري، وإنه المشروع بدأ سلمي وسينتهي إلى امتلاك إيران قدرات عسكرية، وإن هو تواطأ على هذا الأمر. الدكتور البرادعي نفى الكلام ده بشكل قاطع في بيان صدر عنه أمس أو نشر في الأكاونت بتاعه على تويتر. نتمنى إنه الفترة اللي جاية تشهد الكثير من التوضيحات ونشوف الوضع رايح فين في المنطقة العربية، خصوصا مع توجيه الأنظار ناحية سوريا وإيران و تصعيد الامور. استاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس القسم السياسي بجهه الشروق، نورتنا ونتمنى نتقابل في ظروف افضل. اشكرك. مشاهدينا، دي كانت فقرتنا اللي جايه هتكون مع دكتور احمد رياض غنيم عضو المجلس الانتقالي السوري، هنتكلم بالتفصيل عن الوضع في سوريا، خصوصا انه الاوضاع بقت متدهوره جدا والكثير من الشهداء كل يوم. استنونا بعد الفاصل.